وده مين يلاقي في الحياة نجاة ما يمسكش فيه؟ يا زمان مليان بجرح وغار وتلغلب ضايع ليه؟ وده مين يلاقي في الحياة نجاة ما يمسكش فيه؟ يا زمان مليان بجرح وغار رزق الغلب ضايع ليه؟ ما بين الناس دي هتروح فين؟ وسط الديابة واللي مش حاسين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، ده في عز طبط الناس بنلاقي ناس ظالمين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، مش عايشين. طب ليه بقينا كده عايشين ومش عايشين؟ وسط الشر تاه والقناصيب الشقياني، وهو كله جاي يرمي بلاه عالغلابة الطيبين. ده الحق وسط الشر تاه والقناصيب الشقياني، وهو كله جاي يرمي بلاه عالغلابة الطيبين. ونجت ما بين الناس هتروح فين؟ وسط الديابة واللي مش حاسين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، مش عايشين. نفس طبط الناس هنلاقي ناس ظالمين. هي الحياة تتعاش مش عايشين، نفس طبط الناس بنلاقي ناس ظالمين. هي الحياة تتعاش واحنا اللي مش عايشين، طب ليه بقينا كده عايشين ومش عايشين؟ انتي هنا لوحدك؟ اه، قاعدة مع جدي لحد ما طنط نجات ترجع. شفت اللي ماما عملته؟ قصدك شغلها في المشتل؟ صممت ومحدش قدر يمنعها. طنط نجات دي ام عظيمة، انا لو منكم اعمل لها تمثال. ما انا عارف انها ام عظيمة، انا صعبان عليها بهدلتها وشقاها وتعبها، وانا واقف عمال اتفرج عليها مش عارف حتى اعمل لها اي حاجة. يلا ربنا يجازي اللي كان السبب. أنا آسف. لا أبدا، أنت عندك حق. عموما الحمد لله إن أنت جيت علشان أنا أمشي. عن إذنك. معقول ده يا شاكر؟ وطي صوتك يا دكتور. وطي صوت إيه؟ ما زمان عبده قال لي الحتة كلها. أنا ما حشيشت عنه إلا حجزه. وهي رفضت ترجع معاك؟ أيوة رفضت، لدرجة إن حسيت إنها مش أختي. سيبك من أحاسيسك دي، عرفت هي بتشتغل إيه؟ لا يا شاكر، لازم تعرف دي أختك من لحمك ودمك، لازم تحاول مرة واتنين وتلاتة وعشرة، وخاصة بعد ما لقيتها لازم يبقى لك موقف. يعني هعمل لها إيه؟ بقول لك إيه بقى، بطل تبقى قليل الحيلة. لا انت قعدت تدور عليها ده كله، ويوم ما تلاقيها تقول لي هعمل ايه؟ هحاول يا دكتور، هحاول. عموما انا تحت امرك، لو احتجت مني اي حاجه
ومستعد اروح وياك نقنعها سوا بالرجوع. انا متشكر جدا يا دكتور. عارف انت صديقي الوحيد اللي لو عوزت اي حاجه هطلبها منك. ربنا يديم المعروف يا شاكر. انا هستأذن علشان اروح الصيدليه. اتفضل. ترى فعلا انت بتشتغل ايه؟ مش عارف انا شايل ايه. انت بتكلم نفسك يا استاذ؟ انا مش ناقصك يا ضيف يا اخي دلوقتي. ابعد عني بقى، اوعى من قدامي. لا حول ولا قوة الا بالله، الناس اتجننت. ايه ده ايه ده؟ خير يا استاذ شاكر؟ وهيجي منين الخير؟ طول ما اللي زيك عايش على وش الدنيا. هو في ايه يا شاكر؟ مالك ومال عبده؟ ما انت لو عرفت هو عمل ايه كنت قتلته انت بايدك. بقول لك ايه؟ قفل على المواضيع دي، انت كده بتفضح نفسك. انت عايز تفهمني يعني انك ما قلتش لاي حد؟ صدقني انا ما جبت السيره لاي حد غير ليك انت بس. طب قول لي ما 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 انا عرفتك طريقها، ما تروح تسالها. انا بسالك انت ورد عليا، مش هسيبك الا ده لما تقول لي شغلتها ايه ومع مين وفين. بجد يا امير؟ يعني انت مبسوط؟ وانا كمان مبسوطه قوي. وبعدين تعال هنا قول لي بقى، هو انت ما زهقتش مني؟ احنا من الصبح واحنا مع بعض، ومن ساعه ما رجعنا وانت معايا على التليفون. بجد؟ يعني توعدني ان انت عمرك ما هتزهق مني ابدا؟ ماشي، اصل كل حاجه يعني كده بتبدا في اولها بحماس. الله 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 الله، ايه انا دهان كل ده يطلع منك يا ماما؟ بس يعني مش ايه، انت لسه هتبقمعيلي؟ ايه دخلت في وقت غير مناسب؟ ها ما تردي ما تردي يا بنت حضره السره دي. يا ترى ايه اللي حصل؟ يبقى اكيد في حاجه. اتجابت انت لا عندك دم ولا عندك احساس، فاضيه للحب والميه صليتي فيها دي في ظروفنا السوداء اللي احنا فيها. ما تنطقي يا بت. يا ماما انت فاهمه غلط. خلاص يبقى غلط ولا صح. اسكتي يا بت، اوعى اخوكي وجدك يسمعوا صوتي. خليك تنفس الكلام. حاضر حاضر. طبعاني ولا؟ حاضر حاضر. قولي لي بقى يا حبيبتي، قضيتي اليوم الحلو ده مع حبيبي القلب فين؟ انطقي. في الكليه. اسمعي يا بت، كل ايه يا بت؟ انت هتلف وتدور على امك؟ يا ماما هو ده اللي حصل. اخرسي وقولك اقعدي مع جدك ساعديني شوفي عاوز ايه. تقولي يا ماما المذاكره عندي محاضرات مهمه. يا بت دي المحاضرات يا بت اللي بتروحيها؟ يا ماما يا ماما ما حصلش حاجه لده كله. ما حصلش حاجه؟ انت يا بت يا برودك يا اختي، انت ما بتحسيش الدم اللي بيجري في عروقك ده بداله ميه؟ يا بت ما تحس يا بت. يا ماما بصراحة أمير ده زميلي ومعجب بيها وعايز يتقدم لي. يتقدم لك؟ يتقدم لك ده إيه يا أختي؟ ده أنت لسه بتتحنجلي في سنة ثانية جامعة. يا ماما أمير ما يفرقش معاه حاجة زي كده، لأن أهله ناس أغنياء جدا ومش هيستنى لحد ما يكون نفسه. قلتيلي أغنية. الله، ده يا بت واكل عقلك ولاحس مخك بقى. ما كنتش يا بت بضحك عليك يا بنت نجات؟ أنا ما حدش يقدر يضحك عليا يا ماما، ده أنا برضو بنتك وتربيتك. وانا لو ما كنتش واثقه ومتاكده مليون الميه ان قصده شريف انا كنت صديته من الاول. اوه يا ناري. خلاص يا بت. يا ناري. يا ناري. لو ما كانوش اللي بره يسمعونا لو كنت كلتك بسناني. يا ناري يا ريت كنا لوحدينا عشان كنت فرمتك فرم. ليه بس يا ماما؟ هو انت بتتمنيليش الخير؟ خير؟ هو اللي انت بتعمليه ده في ريحه الخير؟ يا ماما يا ماما استني بس، انا عايزاكي تطمني، انا مش ممكن اعمل اي حاجه غلط، ده انا بنتك وتربيت ايديكي. اسمعي بقى يا بنت نجاة، من هنا ورايح خروجك ودخولك بميعاد، سامعاني ولا لا؟ المخروبه الجامعه دي هتروحي في ميعادها وترجعي في ميعادها، سامعاني ولا لا؟ اذا كان عليا انا مش عايزاكي تخطي عتبه الشارع، سامعاني؟ ربنا يعدي ايام الامتحانات على خير. حاضر حاضر حاضر. اما سي امير ده بقى انا عايزه اشوفه. تشوفيه؟ ايوه شوف طبعا.
امال ايه؟ لازم اخد ودي معاه اعرف ميته ايه؟ انا لا يهمني لا غني ولا فقير، المهم ان يكون راجل وجدع وناوي يرتبط بجد وناوي يخش البيت من بابه مش من الشباك. هيطلع كده والله يا ماما. خلاص اشوفه واتكلم معاه عشان احكم على الموضوع بنفسي. طب عايزه تشوفيه فين؟ في المشتل. في المشتل؟ ايوه يا اختي في المشتل. امال هشوفه فين؟ في ميدان التحرير ولا في جنينه الحيوانات ولا في جاردن سيتي ولا الزمالك؟ بقول لك يا بت، اللي عايز يناسب لازم يجي يشوف امك على حقيقتها. يا بت تكوني مفهمه ان امك السفيره عزيزه. لا يا ماما، هو عارف ظروفنا كويس. خلاص يبقى شوفه واتكلم معاه، وساعتها الميه تكدب الغطاس. حاضر. واسمع لما اقول لك، حسك عينك تقابليه ولا تروحوا تيجي معاه ولا تكلميه في المخروب التليفون لغايه لما نقابله. حاضر. يلا اتفضلي اقفلي الزفت التليفون وتخمدي، اما اشوف اخرتها معاكي ايه انت وهو يا بنت نجاة. لا كفايه لحد كده يا ابني. مش معقول البنت اللي اسمها ندى دي دايما كده مخليك في حاله قلق، مره ابوها مات ومره تليفونها مقطوع ما بيردش. ما تشوف لك واحده كده ظروفها كويسه تنعنشك كده وتفرفشك يا اخي بدل القلق والتوتر اللي انت فيه ده. واحده ظروفها كويسه يعني؟ واضح انك فاهمه الموضوع غلط خالص. ندى دي بنت كويسه ومتربيه واخلاق، ملهاش في الحاجات دي اصلا. وبعدين بصراحه يا ماما يعني انا ايه بتحبها عايز ترتبط بيها صح؟ هو ده. لا انت مش ممكن تكون ابني، انت مش واخد مني حاجه خالص. مش فاهم يا حبيبي. انت لسه صغير، انا كنت فاكره انك انت واخد الموضوع تسليه كده وبتنبسط، مش واخد الموضوع جد قوي كده. غريبه يعني، مع اني كنت فاهم العكس. يعني ايه؟ يعني انك لو لقيتيني بتسلى بواحده هتزعلي وهتتضايقي، لكن لو لقيتيني بتكلم جد وفعلا عايز ارتبط هتشجعيني. يا حبيبي انت لسه صغير ولسه ياما هتقابل ناس وتشوف ناس، مش اول واحده تعرفها كده تقول لي ارتباط وحب وجواز. بس انا متاكد قوي من مشاعري من ناحيه ندى. بكره بتقابل احلى منها هتغير رايك ده يا ماما. ايوه. لا انا عندي تصور للحلقه دي. طب انا هدخل مكتب وهقول لك التصور اللي انا قلت لك عليه ده. اوكي خليك معايا ثواني. تصور الحلقة؟ هو في تصور أكتر من اللي أنا فيه ده؟
حبي وحبك وعدوك اكتب لي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا حبيبي هواك جنني والشوق ملاني جراح يا حبيبي هواك جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي مشغول بيكي حبك حيرني وانا زيك برضو ربي يصبرني ايوه انا في عرضه من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك. ادخل يا شاكر. بقى انت ترفضي ترجعي معايا عشان الزفت اللي انت بتشتغلي فيه ده. الله يجازيك يا عبد عرفك طريقي شكلك هتعملني شغلتك. اوعي تكوني فاهمه بعد ما شفت انت بتشتغل ايه وبتشتغل فين انا هسيبك ابدا. اسمعي يا سماح انا هاخدك معايا حتى لو اضطريت ان انا استعمل معاكي الاول سامعه. طب راح على نفسك شويه. انا مش همشي من هنا غير وانت معايا يا سماح لازم تفهمي كده. يا دي سماح اللي مش هخلص منها. طب اقول لك ايه؟ اطلع استناني بره قدام الكباري في الهوا غير هدومي وحذرك. هترجعي معايا سامعاني؟ هترجعي معايا. روح بقى وانا جايه بقى روح. النور ده كله ده ايه العسل الحلو ده؟ ست الكل هترضى عني وتيجي تأنسني شويه؟ زيتني خير فين فين بخير طول ما انت راضيه عني. النبي بطل بلاش مش ناقصاك. هتيجي تشربي حاجه؟ لا مش عايز. وبعدين انت اللي ضيف الليل وكل طلباتك مجابه. يدوم يا ست الكل طول عمرك صاحبة فرد. انا ليه خدمه عندك يا ايه عبده رجع تاني؟ واحد تاني انت تؤمر يا ست الكل هنخلص مع اي حد. لا ده راجل طيب ومحترم مش عايزه حد يمس. لا 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 مش فاهم. يعني انا عايزاه تهوشه وترعبه بس ما تخلوش يهوب هنا تاني خالص. طب افرضي اتلامت. لا ده غلبان مش بتاع مصر. بس اسمع يا خالد عايزك تطول بالك عليه واوعى تاذيه بيخصني. فهمت تهويشه بس. بالظبط كده. فين اخينا ده؟ تعالى ورايا وانا اشاور لك عليه. تحت امرك يا ست الكل. طب يلا بينا. هو ده كفايه مش هعصيك. ها ماشي يا ست الكل. سماح 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 استني يا سماح استني يا سماح. سماح مين يا اخينا انت؟ سماح اللي ماشي بالتاكسي ده. بقول لك ايه انت باين عليك راجل طيب ومش وش بهدله. انا عاوزك تاخد بعضك من هنا من السكات وتمشي من هنا ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. ايه ده ايه ده انت ازاي تتكلمني بالشك ده ازاي؟ بقول لك ايه لو شفت وشك هنا تاني هعمل لك علامه تحلف بها اللي باقي من عمرك كله. طب حاضر حاضر انا ماشي. استنى في ايه تاني؟ لو اتعرضت لست سالي في اي حتة تانية او هنا هجيبك ومش هسيبك. حاضر حاضر انا همشي انا بقى. استنى. نعم في حاجة تانية؟ انا اسمي فايق الفايق. افتكر الاسم ده كويس قوي. ده معروف معروف فايق الفايق. انت تشوفني مرة واحدة بس في حياتك تشوفني مرة تانية
انت اتجنى على روحك. حاضر حاضر، انا همشي انا بقى. يلا غور بسرعه تروح مدرك. الشفاء لا، ده العلاج الجديد ده هايل. احنا كنا فين وبقينا فين؟ عصير. عصير من عيني. بنتي بقى. ايوه. مساء الخير. ها عامله ايه يا رجاء؟ الحمد لله. هايل هايل. لا العلاج الجديد ده كام جرعه كمان وتبقي زي الاول واحسن. فعلا العلاج الجديد ده سحر. ها يا رجاء، سعدية عاملة معاكي ايه؟ أنا منبه عليها إن أهم حاجة رضاكي. إذا عملت حاجة زعلتك أو ضايقتك تقوليلي وأنا أعرف شغلي معاها. كويسة. واضح يا سعدية إن رجاء هانم راضية عنك جدا. أنا تحت أمر الهانم. شكلك عايزه تقولي لي حاجه. سامر، ما انا قلت لك لما تتحسن حالتك هتشوفيه. خمس دقايق اشوفه حتى من بعيد. حاضر هرتبها واقول لك. بجد انا ما اقولش كلمه هرجع فيها ابدا. ايه رايك اخلي سعديه تعمل لنا عشاء ونتعشى سوا وتبقى دي أول مرة؟ شوية أبقى أحسن من كده واعمل اللي أنت عايزه. ماله؟ أنت فعلا محتاجة شوية وقت كمان. على العموم مفيش مشكلة، إنما هنتعشى مع بعض كأي زوجين بيحبوا بعض ومشتاقين لبعض، مش كده ولا ايه رجاء؟ اكيد انا محتاجه استريح. تصبح على خير. انت من اهله. أجهز لحضرتك العشاء يا دكتور. ها؟ العشاء. لا لا لا. هنصبر على حكاية العشاء دي شوية. ايه يا استاذ شاكر، رحت؟ يا ريتني ورحت. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اقعد انا عايزك. تحت امرك يا استاذ شاكر. طبعا انت السبب في كل اللي حصل ده، ولو عايز تكفر عنه انا عايزك تساعدني.
اساعدك في ايه بالظبط؟ انا عايز ارجع سماح. صعبة يا استاذ شاكر. انا عارف انه صعب بس اقدر ارجعها لولا البلطجي ده اللي ظهر لي الليله دي كده. واحد مش عارف مش فاكر اسمه فايق. ايوه اسمه فايق. طبعا انتوا عارفين بعض، ما انتوا شكل بعض. اسمع، انا عايزك تبعد فايق ده عنا خالص وانا اقدر ارجعها. انت عارف مين اللي عمل فيها كده يا استاذ شاكر؟ مين؟ فايق. ايوه هو شكله بلطجي ومجرم خسيس كده، وزي ما سماح زقيته عليك الليله زقيته عليا انا قبل كده. انت تحمد ربنا يا استاذ شاكر انك رجعت ماشي على رجليك. يعني ايه؟ عايز اسيبها؟ استاذ شاكر انت راجل محترم ومالكش في الناس دي ولا في الجو ده. طب وسماح؟ شوف يا استاذ شاكر، انا وعيتك وانت حر، اعمل اللي انت عايزه. بالاذن يا اخويا. اذا كانوا قدروا على عبده، انا بقى اللي هقدر عليهم. يعني خلاص نويت على الجواز يا عطا؟ ايوه، الواحد يكمل نص دينه. طب يا سيدي الف مبروك، وطبعا عايز اجازه علشان شهر العسل. شهر ايه يا دكتور؟ لا ده هما يومين ثلاثة، انت عارف ان انا راجل عمل. ماشي يا عطا، وعموما الاجازه دي من عندنا ومرتبك ماشي. ايوه بقى ده الطبيعي. الله، امال انت عايز ايه؟ مكافاه الجواز. حاضر يا عطا. بالنسبه يا دكتور برضو محتاج زياده المرتب شويه، انت عارف ان هيبقى عليا اعباء عائليه. ما خلاص بقى يا عطا، حاضر. في حاجه كمان يا دكتور، يعني انا مش عايز اي حد يعرف بزياده المرتب دي، اي حد مهما كان. ولا حتى مراتك؟ خصوصا مراتي. ده انت هتبقى زوج مثالي يا عطا. عارف انا خساره في اي ست، بس خلاص بقى اتكتبت لمحاسن، صبرت ونالت. هي من جهه صبرت، انما نالت دي اشك فيها. يعني نقول على البركه يا ست نجات. يا معلم حسونه، بس بقول لك ايه، لازم يكون ساكن محترم ويكون هادي، بيت فاميليا وانت عارف. اطمني يا ست نجات، انا عارف كل حاجه، وبعدين هو انا يعني لا مؤاخذه هجيب لك اي حد. خلاص اديني هشوف ما جايبك. ماشي عم ابو العزم، كان عايزك في كلمتين، اسيبكم انا بقى مع بعض. تأمرني يا عم ابو العزم، عينيا الاتنين ليك. تسلم عينيكي. قولي لي يا ست نجات، انت فتحتي المشتل؟ فتحته بسم الله ما شاء الله، وشغال وزي الفل. بسم الله ما شاء الله. خدي عبده معاكي. عبده ابنك؟ اخده يعمل ايه؟ علميه يزرع، علميه يصبر لحد ما يحصد. ايوه بس الفلوس. ولا يهمك الفلوس ولا تجيبي سيرتها. هيشتغل ورزقه هيجيله ان شاء الله. خديه بدل قعدته جنبي طول الوقت، هتخليه يزهق، وانا خايف لما يزهق هيعمل ايه؟ مش جايز يرجع زي الاول. لا ان شاء الله هاخده، اطمن ما شيلش اي هم، عينيا الاتنين يا راجل يا بركه. تسلم عينيك يا ست نجات. اصل اللي اتعلم يزرع واتعلم يصبر لحد ما يحصد عمره ما يمشي في الشر، لكن اللي اتعلم يخطف وعايش في الخطف عمره ما يعرف الخير ابدا. علميه يا ست نجاه، علميه عشان خاطري. حاضر عينيا الاثنين، ان شاء الله ياكلها بالحلال. حاضر يلا فوتك بعافيه. الله يعافيك، تسلمي ويبارك فيك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا معلم، اتفضل حضرتك. ازيك يا ست نجات، والف سلامه على الحاج مرشدي. كتر خيرك، تسلم من كل شر. ما تتصورنيش اللي حصل للحاج ده قطع بيا ازاي. ربنا يشفيه ويعافيه، كله بتاع ربنا. على فكره انا كنت جاي البيت عشان اطمن عليه، بس بلغوني ان انت فتحت المشتل. وفيها ايه يعني لما فتحت المشتل؟ ايوه بس انا ماجر المشتل للحاج مرشدي، والحاج مرشدي عيان.
وانا مرتبني ونزلت قعدت مكانه لغايه لما يشد حيله وينزل شغله. فيها حاجه دي؟ ايوه بس انا عايز المشتل بتاعي. اللي يشوف كده يقول ان احنا حطينا المشتل بتاعك في البزاد وهنبيعه. ايه يا حاج؟ وبعدين الحاج مرشدي ياما حكى لي ان انت جيت له عشان تمسخ العقد والراجل ما وافقش، ايه لازمتها بقى انك تجي لي دلوقتي؟ وانا قدرت وسكت عشان العشره اللي بينا، وبعدين الحاج دلوقتي تعب ورق يبقى المشتل من حقي انا. ده قصر حقك، انت جاي تقر على الراجل، وبعدين طالما الايجار بيوصلك لغايه عندك، مالكش عندنا غير كده. بقول لك ايه يا ست نجات؟ انا لحد دلوقتي بكلمك بالذوق، مش عايزين نتعب بعض. اسمع يا راجل انت، لا اقعد مع ابوك واتكلم عادل، انت جاي تهددني هنا ولا ايه؟ معاذ الله يا ست نجات. شوف يا ست نجات، انت ست وحدانيه وبتجري على اولاد وجدهم المريض، يبقى تسلميني المشتل وانا برضو هشوفك ومش هتساكي. انت جاي ترشيني بقى؟ هو انا كنت اشتكيت لك يا راجل انت؟ بقول لك ايه، طالما بيوصلك الايجار بتاع المشتل مالكش حاجه عندي انا، سامعني ولا لا؟ ما تستهدي بالله يا ست نجات. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بقول لك ايه، المشتل بتاع الحاج هيفضل مفتوح كده باسم لغايه لما الراجل يخف وينزل بالسلام، واذا كنت عايز منه حاجه يبقى تعالى للحاج مرشدي بقى اتفاهم معاه. ده اخر كلام عندك يا بنت الاصول؟ وما عنديش غيره يا ابن الاصول. بقول لك ايه، تحب تشرب حاجه ساقعه ولا مستعجل؟ حاجه ساقعه، ما انا شربت بما فيه الكفايه. يلا يا اخويا تشرب الحنظل ان شاء الله. المعلم عفان، بلا عفان بلا بتنجان. ديسه ده انا جاي ابشرك. وانت من امتى بيجي من ناحيتك اخبار عدله؟ المره دي يجي، اصل انا بصراحه لقيت لك طلبك. مش فاهمه. شقه شرحه وبرحه وقريبه من هنا وجيرانك ناس طيبين. وايه؟ خلاص الناس ما بقاش عندها صبر. يا مقدسه انا حشت المشتري عنك بالعافية، ده راجل شراني كان عاوز يجي يطلعك بالقوة، بس انا طمنته. قلت له لا ما تقلقش، الست المقدسة هتمشي على طول. كده خوفتني يا معلم. خلاص براحتك يا مقدسة، منك لي انا هبعتهولك تتفاهموا مع بعض، بس انا كان قصدي يعني نحلها بالود، انما انت لا مؤاخذه دماغك ناشفه. يا اخي حرام عليك، ده بيتي وشقتي. لا عاد بيتك ولا عاد شقتك، وبعدين كل شويه تقولي لي حلال وحرام. ما تقولي الكلام لابنك سهالي، مش هو اللي عمل كده؟ عندك حق، بس كان انا كنت على قد هصعب عليكم انتوا؟ من الاخر قلت ايه يا مهندسة؟ هلم حاجتي وامشي يا معلم. عين العقل او كده الكلام؟ لم حاجتك؟ لا تلم حاجتك ليه؟ ده الشقة هناك مفروشة على سنجة عشرة، ما تاخديش الا الحاجات المهمة وبس. وحاجتي وعفشي هرميهم لك في هشيلهم لك في المخزن بتاعي اللي ورا القهوة لحد ما تتصرفي فيهم. أمر الله. هرجع لك تاني ومعايا العربية اللي هتشيل الحاجة. بالإذن. سلام يا مهندسة. روح. إلهي ما يرجعك أبدا يا بعيد. معقول كل ده حصل يا ندى؟ بصراحة احنا نسينا نفسنا يا أمير. طب أنت فعلا والدتك عايزة تشوفني؟ هي مصممة، أنا آسفة بس هو ده اللي حصل. لا آسفة على إيه، بالعكس دي فرصتي عشان أقابلها وأطمنها من ناحيتي. يعني أنت مستعد لكده؟ طبعا مستعد، ومستعد كمان من زمان وأنت اللي كنت معطلاني. خلاص أنا هحدد لك معاها ميعاد. اتفقنا، حددي معاها ميعاد وما تقلقيش، أنا هطمنها وهرتب معاها كل حاجة إن شاء الله. يا ريت. بكرة تشوفي. يا نهار ابيض انا اتاخرت قوي.
انا همشي، باي باي. امشي ايه؟ باي باي ايه؟ هو في هو انت والدتك دي صعبه بجد ولا ايه؟ هتشوفها وهتحكم عليها بنفسك. طب لو مصره تمشي يعني وتاخرتي ممكن اوصلك. توصلني ايه يا ابني؟ كفايه اللي حصل بقى. هو ايه اللي حصل بقى يعني؟ وبعدين يا تعرف من ايه؟ هتعرف زي ما بتعرف كل مره. يلا باي باي بقى. باي ايه؟ استني. طيب طب هقول لك على حاجه مهمه. مهمه قوي والله. اوعي تاخري بكره. حاضر. باي باي. هاي ساره. يا ساره انت فين يا بنتي؟ مختفيه فين من الصبح؟ ابدا بصراحه كده حسيت ان انا مش مرغوب في وجودي، فقلت خليني بعيد احسن. ليه بتقولي كده؟ ما انا بتصل محدش بيرد عليا. عموما مفيش مشكله، شكلكم كده فهمتوني غلط، رغم ان انا اكتر واحده متحمسه لموضوعك انت وندى، وبتمنى لكم كل خير. يا بنتي وانا وندى متاكدين من ده جدا يعني. طب هي ندى مالها كده جريت وما كملتش اليوم معانا ليه؟ عادي روحت. ما انا كنت متاكده ان انت مش هتقولي اي حاجه تخصك انت وهي. عموما انا كان قصدي اطمن عليها مش اكتر. ايه يا ساره؟ ايه يا ساره مالك واخده مواضيع جد كده ليه؟ لاني كنت بعتبركم اصحابي واكتر من اخواتي كمان، وفجاه كده لقيتكم بتعاملوني معامله وحشه تضايق وتخنق اي حد بصراحه. يا بنتي مفيش حاجه، ندى مشيت عشان في مشكله بينها وبين مامتها مش اكتر. خير؟ مشكله ايه؟ هقول لك عشان ما تزعليش، بس اللي هقوله لك يبقى سر بيني وما بينك. اتفقنا؟ اتفقنا. انت عارف لو ما كنتش رديت تقول لي كنت هزعل بجد. وانا ما يهونش عليا زعل. طب مالها بقى ندى وايه مشكلتها مع مامتها؟ يا اهلا وسهلا يا معلم عرفان، اتفضل. اهلا بيك يا معلم حسونه. ها طمني، الست دي فعلا هتخلي الشقه؟ اطمن يا معلم عرفان، طبعا هتخليها، ومن دلوقتي تقدر تسعى في موضوع قرار الازاله. ماشي، بس انا بقى عايزك في موضوع اهم. خير يا معلم عرفان؟ المشتل. اشمعنى؟ على عدتك مش القاف يا معلم. انا عايز ارض المشتل دي باي طريقه، وعايزك تشوف لي ليها سكه. الله، طب ما اكلم نجاه. كلمتها برضه منشفه راسها زي ما كان مرشد منشف دماغه. وطبعا معاهم عقد ايجار. ايه؟ صعبه دي، مش هتعرف تشوف لها سكه؟ صعبه؟ ما تقولش كده يا معلم عرفان. ما بقاش المعلم حسونة لو موضوع زي ده يقص عليا. سيبني كام يوم وانا هشوف حل بطريقة. والله يعني والدتها عرفت وكمان طلبت تقابلك. بيني وبينك هي فرصة. فرصة؟ فرصة لمين؟ نعم. لا قصدي طبعا كويس، كويس قوي، ربنا يوفقكم. يا رب يا سارة، يا رب. بص يعني بمناسبة ان النهاردة الخميس، ها الخميس، انا معايا مصروفي، فهروح اجيب حاجة نشربها. اجيب لك حاجة ساعة ساعة، هجيب حاجة ساعة. ها مش هتأخر. عرفتي تلعبيها صح يا ندى، واستغلتي عبط امير. قال ايه؟ خناقة مع والدتك وعايزة تقابله، وامير مصدق. دي اكيد مرتبها مع والدتها عشان يجروا رجله. صعبان عليا حال الدنيا والبشر، الناس قلوبها قدرت وقوت اكتر من الحجر.
صعبا علي حال الدنيا والبشر دي الناس قلوبها قدرت وقوت اكتر من الحجر وكأن ضميرنا مات وملزوم بالسكات احساسنا بقاله حزاز شرخ والزمن انكسر احساسنا بقاله حزاز شرخ والزمن انكسر والدنيا طبع عادة والمر كتر بزيادة والغدر دخل شهادة علشان زل الأصيل